ملتزم، ولكن ليس لي ورد يومي من القرآن، فأعالج قلبي وأرفع درجتي في الجنة. ملتزم، ولكن لا حظ لي من قيام الليل أو ركعة وتر. أتذكر نزول باسط اليدين بالرحمات في الثلث الأخير، ولا حظ لي في سؤاله. لقد أهملت السنن الرواتب وتراجعت عن الصفوف الأولى حتى أكاد لا أجد البركة في وقتي. ملتزم، لكن الفوضى تملأ حياتي، فلا ألتزم بمواعيد ولا أعرف قيمة الوقت، ولم أحدد أهدافا في حياتي. ملتزم، لكني لا أتحمل البرامج الجادة، فإذا كان البرنامج مرحا ممتعا بالنسبة لي وجدتني أول الحاضرين. أما الدروس العلمية والجلسات التربوية فعذرا، أنا مشغول. ملتزم، لكن لساني لا يسكت عن غيبة المسلمين والكلام في أعراضهم. قد مكر بي الشيطان فأوقعني في سوء عملي، فولغت في أعراض العلماء والدعاة، وأصبح لساني يفتري عليهم ليلا ونهارا. ملتزم، لكني لا أقبل النصيحة، فإذا نصحني أحد تماعر وجهي، ضاق صدري. أليس هذا حال كثير من الملتزمين اليوم؟ ملتزم، ولكن